البريود هذيك جاي كوفا من الاتوال حمدي بعد ما خرجت من الزمالك. بعد اي بعد ما خرجت وقت كلموني الحقيقه، فهمت، صارت اتصالات هيك، ما كانتش معناتها كما نقولوا نحن رسميه، فهمت، صار وقت اتصال كلمني وقت فيصل خليفه وقتها، وكلمني سي قيس عاشور من اللول، فهمت، والحقيقه اقسم بالله خممت لا في فلوس لا شيء، جوست قلت لهم معناتها نلعب في جمعيتي، نرجع جمعيتي، نعمل 6 شهور معاكم، فهمت، حتى نلعب في الشامبيون، نلعب كوب، وبعد ان شاء الله ما عندك كان فما حاجه، قلت لهم مع تبايا تساعدني اني وتساعد الجمعيه خويا، نجم نحكي على كونترا اخر، كان وقتها ما فهمني خويا، واحد يشوف مستقبله كيما اي جوار اخر، فهمت، بعد الحقيقه ما صارتش، ما مش ما فماش عباد معناتها عرفتك تحسه معناتها كيما نقولوا نحن يحبوا معناتها عليك ولا حاجه، ممكن اني كيما قلت لك معناتها هم وقتها حبوا على جوارات باش يفايدون في الشامبيونز ليج، حاجتهم وقتها في الشامبيونز ليج اكثر من البطوله والكوب، ممكن هذيك الحاجة اللي خلتني معناتها ما نرجعش لتوا